شخص انا ادوره في امستردام وكل يوم يرسل لي يقول خلينا نتقابل اليوم وينشغل انا عاذره. سفير امستردام وسفير هولندا فهد حبيبي الله يرضى عليك. شلونك حبيبي؟ الله يرضى عليك. مساك طيب حبيبي. ما شاء الله عليك نشيط حبيبي. نشيط في امستردام وفي هولندا حبيبي وما حولها. الله يرضى عليك. والله انا استفيد منك كثير. الله يرضى عليك. من تصويرك ومن التويتر فعلا انت سفير هولندا صراحه. الله يرضى عليك وعزك. والله يشرف ونحن في خدمه اي واحد وتحت امره حتى لو ما يشتغلون معانا اي حاجه معلومات والله ما تقصر. اي واحد حتى يستفسر من هولندا ترد عليه. الحمد لله. عندكم الله. رحله جماعيه ان شاء الله اكتوبر باذن الله. الصوره اللي حطيتها ترى فهد ويا محمد الحناكي باذن الله مع بعض طالعين في رحله قوه. الله يوفقك حبيبي. فرصه سعيده. الله يرضى عليك. طبعا فهد ترى ولدنا من وادي جده من اهل جده. الله يرضى عليك. الله يحييك. الله يرضى عليك. طيب ناخذ نبذه بس بسيطه عن هولندا. انا جيتها من الجنوب الى الشرق، طلعت فوق شمال شرق ورجعت لين امستردام، والان نازل مع الوسط مغادر هولندا. هولندا انا من وجهه نظري يكفيها من 8 ايام الى 9 ايام. اذا انت سفرتك طويله اجمع معها المانيا او اجمع معها فرنسا وبلجيكا. اذا انت اسبوعين لا تخلي هولندا لحالها. شيء ثاني، اذا انت تبحث عن ارياف 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 لا، ترى عندك أرياف سويسرا، النمسا، شمال إيطاليا، إقليم البافاري في هولندا، هذه أريافها في ألمانيا قصد، هذه أريافها أجمل وأفضل. هنا مدن كويسة وحلوة وأرياف بسيطة، يعني ما في ذيك الأرياف اللي تشدك زي مثلا سويسرا، النمسا، لا. مساكم الله بكل خير من مدينة جنت في بلجيكا، ثاني مدينة أزورها بلجيكا بعد بروج. المنطقة والسنتر هنا حيوي، اليوم درجة الحرارة مرتفعة من أمس وبادي الحر يشد. الله يعينكم اللي بيجي شهر 7 وشهر 8. بلجيكا من الدول القليلة في أوروبا اللي ما عندها لغة رسمية بلجيكية، فهي خليط بين ثلاث لغات، بين الهولندية والألمانية والفرنسية. كثير تلقاه من الشعب هنا يتحدث ثلاث لغات، لكن كلغة بلجيكية ما في لغة بلجيكية. هذه جنت وهذا السنتر. بحط لكم عنوان السنتر وبحط لكم عنوان الباركينج اللي توقف فيه، اللي بيزورها يتمشى يجي يوقف في الباركينج، وقريب ثلاث دقائق مشي أنت في وسط المدينة. حط جنت حقة عبور نفر، صاروا الحين مليل الفرنسية حاجز فيها اليوم ليلة. صراحة جنت حلوة لكن ما توفقنا في الجو، اليوم كان الجو حار. ما دخلت ما اعطاني التذكره، بالعاده يعطيك تذكره الجهاز وتدخل اجي تطلع تحطها في الماكينه تحاسب. اول ما جيت من الباب فتح لي الباب بوابه ودخلت، سالت الموظف اللي هنا قلت ما اعطاني كرت، قال لي اذا جيت تحاسب تحط رقم اللوحه ويطلع حسابك خلاص تفتح لك. يا هلا فيكم في مدينه ليل الفرنسيه، تقع في شمال فرنسا، مدينه تشتهر بالطابع الفرنسي القديم. صراحة ما توقعتها كذا، مرة جميلة. هنا دار الأوبرا وفي الداخل المدينة القديمة، راح ندخل ونتمشى فيها. مدينة ليل في فرنسا ومدينة جنت في بروج تصلح تحطها منطقة استراحة، إذا بتطلع من باريس إلى أمستردام بسيارة توقف فيها تأخذ فيها ليلة تتمشى تشوف المدينة. صراحة ليل أنا مصدوم فيها، جميلة. هذه مدينة ليل القديمة، فيها جميع الماركات والكافيهات والمطاعم والتسوق، مدينة كلها للممشى فقط.
صراحة المدينة رائقة جدا، يعني اللي تجي له فرصة لا يفوت زيارتها. اذكر كوسوفا بالخير، العام ذا الوقت في كوسوفا القهوة ربع يورو، ما يجري ليل ولا ليل ونص. طيب يا اخوان، كثير الاسئلة عن الاسعار. السنة هذه الاسعار في ارتفاع، الفنادق غالية، السيارات غالية، هذا اذا حصلت البنزين مدبل عن السنين اللي راحت، كلش مرتفع هنا. فاذا ميزانيتك ما هي قوية لا تروح، بالذات العائلة. العائلة ما راح تسكن في فندق اي كلام، الشباب عادي قطة وتكون خفيفة على الواحد، لكن اذا عائله وميزانيتك مي قويه لا تفكر السنه هذه في اوروبا. عندك دول بديل، عندك البوسنه، اذربيجان، جورجيا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، المجر، وش بعد؟ في خيارات كثيره اقتصاديه كويسه، رومانيا حلوه ترى، في خيارات كثيره افضل من سويسرا، النمسا، ايطاليا، فرنسا، المانيا. ذي غاليه انا فيها الان، الاسعار نار، والسيارات غاليه، الفنادق المحترمه ما في اقل من 1000. اللي في باريس عنده ايام طويله يقدر يزور ليل، ترى بالقطار ساعة وعشر تقريبا من محطة باريس الشمالية اسمها غاردي نورد، بحط لكم اسمها. تقدر من ذا المحطة أصلا تروح حتى لبلجيكا، وتروح لهولندا، وتروح للشمال، وتروح للندن. ممكن انك تروح منها إلى ليل ساعة، تتمشى نهار كامل، ينزلك في السنتر تتمشى وترجع في نفس اليوم. نجرب البطاطس، شوف عليه زحمة، قلنا نمسك معهم سنة وشرانا.